كان قادر يفهم هذا المعصوم تمام المعرفة أم لا؟ رجل مثل عمرو بن الحمق الخزاعي أمير المؤمنين كان يتمنى لو يكون في شيعته وأصحابه 100 مثله، ما عنده. فإذا هذا يعطيك أي دلالة على أنه 5000 6000 ما كانوا بذلك المستوى، ما كانوا من مستوى عمرو بن الحمق الخزاعي، بحيث أن أمير المؤمنين يقول يا ريت عندي مثلك 100. يعني إذا عنده مثله لكن مو 100، عنده يمكن 70، عنده يمكن 80 مثلا. فإذا صار عندنا مستويات، عندنا شرطة الخميس الآن، مو مشكلة نقول ذولا أصفياء مخلصين لا بأس، ولكن أكو درجة أعلى وهي درجة عمرو بن الحمق الخزاعي. مثل عمرو بن الحمق الخزاعي هذه الدرجة ما عندنا منهم، من هذول بالآلاف 5000 6000 ما عندنا منهم 100. اقرأوا في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد عليه الرحمة الصفحة 14، يروي هذه الرواية عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه رفعه قال: قال عمرو بن الحمق الخزاعي لأمير المؤمنين عليه السلام: والله ما جئتك لمال من الدنيا تعطينيه، ولا لالتماس السلطان ترفع به ذكري. يعني شنو؟ يقول شوف أنا ترى ما جئتك أبايعك وأنصرك من أجل فلوس، تعطيني فلوس ما أريد من عندك فلوس، ولا أريد منصب، منصب سلطاني يعني منصب حكومي ترفع به ذكري، أنا مو جاي لهذا، لا للمنصب ولا للمال، إلا لأنك ابن عم رسول الله صلوات الله عليهما، وأولى الناس بالناس، وزوج فاطمة سيدة نساء العالمين عليه السلام، عليها السلام، وأبو الذرية التي بقيت لرسول الله صلى الله عليه وآله، وأعظم سهما للإسلام من المهاجرين والأنصار. يقول أنا لهذه الصفات جئتك، أنت ابن عم رسول الله، أولى الناس بالناس، يعني حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه، زوج فاطمة، أبو الذرية ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعظم سهما للإسلام من المهاجرين والأنصار، أنا لهذا الشيء جئتك ومستعد كل شيء أسوي، والله لو كلفتني نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي، البحور الممتلئة، تكلفني تقول أنت عليك هاي الجبال تنقلها تفتتها، مش قد لازم يشتغل حتى يفتتها، وين أصلا يقدر، ونزح البحار، تعال انزح البحار الطوامي، مو أي بحار، البحار هذه أنزحها أوديها من هنا إلى هناك، والله لو كلفتني نقل الجبال الرواسي ونزح البحور الطوامي أبدا حتى يأتي علي يومي حتى أموت وفي يدي سيفي أهز به عدوك، وفي لفظ آخر أهزم به عدوك، وأقوي به وليك، ويعلي به الله كعبك يعني شرفك ومجدك، ويفلج به حجتك يعني يجعلك تظفر وتفوز في حجتك، تنتصر في حجتك، ما ظننت أني أديت من حقك كل الحق الذي يجب لك علي. الله أكبر، يقول له أنا تكلفني بكل هذا والمهم يكون عندي سيف أهز به عدوك، أنا أريد ماذا؟ أقاوم أعدائك وأحاربهم وأنتصر به لوليك، وإلى آخره.
لو كلفتني هذا وأنا مكلف طول حياتي أن أنقل الجبال الرواسي وأنزح البحور الطوامي أبدا حتى يأتي علي يومي، هم ما أديت حقك. هذا ارجع إلى كلام الإمام الباقر عليه السلام، يعرفونه حق معرفته. هذا يعرف حق معرفته، أما حتى في حق معرفته أكو تفاضل وأكو درجات في السلم، أكو درجات. لما عرض نصرته لأمير المؤمنين عليه السلام هكذا، قال له أمير المؤمنين: اللهم نور قلبه باليقين واهده إلى الصراط المستقيم، ليت في شيعتي 100 مثلك. 100 في شيعتي، يا ريت أكو 100. أنت إذا تتعجب في زماننا هذا يقولون أنه معقول مع هالملايين ماكو 313 حتى إمامنا يظهر عليه السلام؟ نعم معقول. أنت تعرف صفات 313 ما هي؟ مو أناس عاديين، أناس استثنائيين هؤلاء، أناس كزبر الحديد في الجلادة، في القوة، في الشجاعة، في الصبر، في رفع التقية للعلم. هذا من صفاتهم، هذا من صفاتهم. ليش؟ لأنهم مقبلون على حرب، الإمام يريد أن يحارب بهم. إذا يتقي يعني شو؟ يعني ما يحارب، قضية بدهية. فلازم يكون ماذا؟ موطن نفسه على ماذا؟ على رفع التقية، كما نقرأ نحن في شهر رمضان في أدعيتنا هذه: واجعلني اللهم ممن لا حاجة له إلى التقية من خلقك. هذا احنا لو نتأمل في الأدعية التي أئمتنا تعبدونا بها نستفيد كثير من المفاهيم. حينئذ نعرف التقية الشرعية ما هي، يعني حتى في ظرف اللي أنت فيه في بحاجة إلى تقية، ترخص لك التقية، أنت تكليفك تسعى قدر المستطاع أن ترفع التقية عن نفسك، لا أن تستبقيها. وإلا شلون الإمام يقول لك ادعو هذا الدعاء: اجعلني اللهم ممن لا حاجة له إلى التقية من خلقك. يعني الإمام يحثك على أنه تدعو الله وتتحرك، مثل واحد يقول اللهم ارزقني، بس لازم تتحرك، مو قاعد بالبيت. فهنا نفس الشيء، الإمام يخليك تدعو هذا الدعاء حتى تلتفت إلى هذا المفهوم، أنه عليك أن تحاول قدر المستطاع أن ترفع التقية.